اهلا بكم من جديد كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشه قناه الاهلي. الاهلي الليله النهارده حلقه خاصه جدا. حلقه خاصه جدا لان دايما كل يوم اربع بيكون معانا الكابتن علاء ميهوب. انا بشتغل الفقره وابقى مبسوط وبنشتغل وبقول خلاص اوديت وبنروح، لكن يبدو ان الفقره الحواريه الثانيه فقره مميزه جدا. لان في الفقره دي معايا واحد من افضل من اداروا الكره المصريه. دايما اللعيب اللي بيكون جاي نجم وبيتحط بتكون متوقع منه حاجات معينه وبتطلب منه حاجات معينه، لكن دايما اللعيب اللي بيجي لك وانت مش شايفه قبل كده او ما شفتش لعبه او ما شفتش ادارته بتكون حاطه انت تحت المنظار ومركز عليه كتير جدا. ويا سلام لما تقول اللعيب ده امكانياته على قده، فيلعب اللعيب ويظهر وتبان امكانياته ويبان انه موهوب ومن الطراز الاول، ويبان كمان انه لعيب هداف. يعني ايه هداف؟ يعني صاحب قرار، يعني لما يقعد على ترابيزه اتحاد الكوره وترابيزه الاداره يكون له كلمه. اتقال عليه انه مش هو اللي بيلعب رغم انه هو اللي بيسجل، اتقال عليه ان الناس بتلعب له والهدف بيتكتب باسمه، جات الناس تلعب لجابوا اهداف ومش لاقيين حد يكتبه باسمه. معايا ومعاكم ضيفنا يعني الكبير واللي انا بعتز بيه الاستاذ جمال علام، شرفنا منور. اهلا وسهلا بيك، ومقدمه طبعا انا بعتز بيها وكلام من اخ عزيز يعني. ويمكن انا عايز اقول لك حاجه، يمكن الفتره دي كنت مقل فيها في الاعلام، لكن انا بشكرك طبعا على تشريفك يعني، وانا عارف يعني ان انت يعني كل الناس بتكلمك وبشكر زميلنا الاستاذ حاتم الشيخ. اخواننا كلهم طيبين ان شاء الله. اشكرك ومشرفني ومنورني استاذ جمال علام. من بعد انتهاء مدته المحترمه في اتحاد الكوره فين وبيعمل ايه؟ لا انا موجود معاكم، بس هي يمكن الاخبار الرياضيه قلت شويه، لكن ايامنا كانت الاخبار كتيره جدا. مش فاهمها. موجود؟ لا انت فاهم كل حاجه. يعني انا عايز اقول لك الناس مش فاهمينها. طيب يعني الفترة اللي أنا كنت فيها كان يمكن الإعلام بسلط أكتر بطريقة أكبر كمان يوميا. كنت مستباح؟ كنت مستباح. أي حد يقول أي حاجة، وخصوصا إن كمان أنا ما عنديش دراية بالإعلام، ما كنتش طبعا موجود مع الإعلام بصفة رسمية معاهم، وفي نفس الوقت الإعلام كان حس إن ممكن الشخص اللي موجود مش قد المسؤوليه، مش هيقدر ياثر زي ما تراهن عليا ان انا ممكن ما كنتش هكمل اكتر من 3 شهور وهمشي. فالحمد تزعل لله. مني لو قلت لك ان انت اول ما جيت قالوا عليك ان حضرتك جاي ستيب؟ لا انا ما زعلتش. الكلمه دي يمكن ما زعلتنيش، يمكن انا حبيت ان اوضح مره واثنين وثلاثه، ولكن الناس خلاص حصرت فكرها في حاجه معينه. بس كان عندك تحديات كتيره ونجحت فيها، وعوده الجمهور وعوده الروح لا انا بس اجاوب لك على الحته دي، لان الناس كلها كانت مفكره فعلا ان انا جاي ناس جايبينه تعالى اقعد وخش في الموضوع ده، لكن ويمكن طلعت مره وما اعرفش عندك ولا معاك، واقسمت يمين ان انا يعني الناس دي ما اعرفهاش، اني فعلا لا اعرفها اسماء، لكن واتخذت في الفترة اللي أنا دخلت فيها الانتخابات. يمكن أنا دخلت تحدي فعلا، لأن كان مفروض أن أنا أخش عضو من أعضاء المرشحين في القائمة عن الصعيد، لكن بتوع الصعيد بتهيألي اللي كان ماسك المسؤول عنها الله يرحمه يعني عن القائمة وإعدادها ومن الناس اللي تخش من الصعيد، كان عنده حاجة رئيسية أن جمال علام ما يكونش موجود. هل هو دي دافع شخصي من عنده أو دوافع من الخارج ان ممكن جمال ما يبقاش موجود؟ فخدت على نفسي عهد ان انا هشوف بس المشهد، قاعد بتفرج على المشهد اللي انت متقدمه، فانا شايف الناس كلها في حروب مع بعض يعني، وخصوصا على منصب الرئيس. فقلت طب انا بقى ما دخلتش عضو هخش رئيس. ورحت فعلا مقدم رئيس. ودي يمكن لاول مره برضه هقولها معاك. لما جم القائمه عشان يختاروا الرئيس، فكانت بعد خروج الكابتن هاني وخروج اللي هو محمد عبد السلام اصبحوا في 3 على الساحه، يعني انا والكابتن اسامه خليل والكابتن ايهاب صلاح. ايهاب صالح. فاللعبه فين؟ او قصدي اقول تجمع الجمعيه العموميه الاعضاء بتوعها مع مين وفي يد مين ومين يقدر يحشد الجمعيه العموميه؟ فكان طبعا الكابتن هاني عنده الحشد. طبعا.
فلما قعدوا مع بعض قالوا خلاص احنا هننتخب اعضاء ومش هننتخب رئيس. فده رد على السؤال بتاعك، لان انا ما كنتش استبني لحد ولا كنت احتياطي. هو مش سؤال، انا طبعا وانا عارف انت جيت ازاي وجيت بعرقك وكل حاجه، بس لكن كان بيطرح بشكل كبير جدا. وانت رديت على ده في ادارتك؟ لا تالت ليه؟ لان في الفتره دي كان في اللي بيحكم مصر، اللي جه الرئيس اللي مسك مصر كان احتياطي وكان استبني لحد تاني. فراحوا هو كان ماشي بلوف ساعتها. فراحوا قالوا الاسلوب ان انا جاي استبني. لا انا ما كنتش استبني لحد، انا دخلت وفعلا كانوا هينتخبوا اعضاء بس بدون رئيس، ولكن عضو من الاعضاء الموجودين قال لهم طب لا احنا لو انت ما انتخبناش رئيس وممكن واحد من الثلاثه يفرض علينا من الجميع العمومي، احنا نشوف مين الاقرب لينا فيه نتكلم معاه ونجيبه ونبقى نقعد معاه ويبقى من ضمن المجموعه. فبالتالي راح اتصل بيا كابتن حازم امام، ربنا حازم الهواري ربنا يفك اسره طبعا، اتصل بيا ليله الانتخابات قال لي جمال احنا مجتمعين وعايزينك. قلت له خير؟ قال لي بس تعال. فرحت هناك قال لي الجمعيه العموميه كلها في هنا متجمعه في فندق معين، وان شاء الله باذن الله انت هتكون القائمه بتاعتنا، هتبقى انت رئيس القائمه. دليله الانتخابات لان كانوا في ثلاثه مرشحين طبعا، فانت لازم تختار عضو واحد من الثلاثه، فبالتالي كانوا هم بالنسبه لي. انا بشكرهم طبعا وشكرتهم مره واثنين وثلاثه، مش الكابتن هاني بس، الكابتن هاني وكابتن شوبير وكابتن حازم الهواري، وخدوا قرار خلاص جمال علام اللي كان هيدي كابتن هاني يدي جمال علام، وفي نفس الاجتماع اتقال كده قال لهم كابتن هاني انا نيابه عني انا اللي كان هيديني يدي جمال علام. فانا بشكره فعلا، بس دي قدره ربنا يعني، هو ربنا اللي كان عايز. ويمكن كمان في صالح الكره المصريه كان في الفتره دي ان محتاجه هدوء ومحتاجه حلول سهله، لان ما كانش في كوره، ما كانش في تفاهم، حتى احنا كنا في عصر صعب جدا. تغيير كمان الوزراء بتوع في نفس المسافه، وزاره الداخليه كذا وزير داخليه، يمكن خمسه اتغيروا عليا انا، وثلاثه وزراء شباب. كل ما توصل اتفاق مع حد يتغير على طول، ترجع النشاط ازاي، وعندك مشكله بين الاهلي وبين المصري وازاي توصل المشكله دي هنتكلم فيها. ويمكن من ضمن الحاجات اللي احنا فكرنا فيها لما رجعنا الكوره، وبعد ما رجعت النشاط الكروي وقف تاني واتحرق الاتحاد، وبعد كده رجعنا في حاجات كتيره جدا هنتكلم فيها براحتك، فتره يتعمل فيها كتب. لكن انا ما كنتش، انا عايز اكد، انا مش استبن لحد، ما كنتش استبن، لكن فعلا انا بشكر الناس اللي وقفت معايا. كويس. الناس اللي وقفت معاك ولما وقفوا معاك قال لك طالما بقى هم ساعدوه، هو الراجل كان مخلص وليت الانتخابات جبناه وساعدناه، ربما علشان كده قال لك ان الناس دي بتدير معاه الاتحاد على الترابيزه. طيب يمكن مش عايز ارجع اقول في مواقف كتيره بينت ان مفيش حد كان بيدير، ولكن انا اقسمت مره واثنين وثلاثه ان عمره ما الكابتن هاني بريده ولا اي حد ولا كابتن شوبير ولا كابتن حازم اتصل بالتليفون وقال لي احنا عايزين الحاجه دي. دي ليهم هم. الاداره كانت ادارتي انا، سواء صح او غلط انا بتاعتي انا. اعتقد ان انا عملت على قد ما اقدر. جيت في ظروف صعبه جدا طبعا، جيت لقيت الاتحاد كمان لا في منتخبات، المنتخب عندك مش واصل كاس العالم ل 25 سنه، وصلت نفس الحكايه المنتخب مش هيواصل افريقيا دورتين، والدوره اللي انا داخل فيها على طول راحت وقفت خلصت بالظبط، ما دخلش اللي هو مع كابتن برادلي برضه ما وصلش. نتيجة ما كانش في كورة أساسا، ومفيش معسكرات، ومش قادر تطلع بره مصر ولا قادر تيجي فرق داخلية في مصر، فكانت صعبة جدا. التخطيط اللي عملناه وصلنا بيه أمم أفريقيا، وصلت لغاية أمم أفريقيا يمكن في نفس الدورة قبل ما أطلع، إن إحنا وصلنا أمم أفريقيا، بس أنا ما رحتش معاهم الجابون، يمكن أنا وصلت بس ما رحتش، يعني الرئيس الوحيد اللي ممكن يعمل حاجة ما يتعملش ليه إنجاز. ويمكن دي أنا برضه عايز أقول لك اني فترتي انا كل الانديه تمدت لها وكل الاتحادات تمدت ليها سنه الانتخابات الا الاتحاد المصري، الا اتحاد الكوره تمام. قالوا لك انت رايح على واحده، قال لك لا يا تكمل يا اما القضيه، فاهم؟ فانا ما كملتش، لكن انا لو سابوني كملت كنت هكمل، اوصل افريقيا زي ما انا وصلت لها، كنت هطلع برضو معاهم الجابون،
وكان كأس العالم، كنت انا مشيت في المباراة التمهيدية ووصلنا فيها وخدت بقى. الجابون ده منتخبك اللي كوبر. وصل لقبل النهائي يعني، ده منتخبك وده شغلك. وصلت لا، وكأس العالم كمان انا رحت انا وكوبر في القرعة، حضرناها هناك في روسيا، ان احنا خلاص ان شاء الله بإذن الله. ويمكن كان في حاجات معينة، الصورة المشهورة اللي انا صورت له على 2018 روسيا ان انا اروحها، وقلت له دي المهم عندنا، ودي كانت بداية التعاقد مع كوبر. قلت له احنا وصلنا أمم أفريقيا كتير، فما تهمناش ان انا اوصل برضو أمم أفريقيا قد ما تهمني ان انا اوصل كأس العالم، لان كأس العالم 28 سنة او 25 سنة مش عارفين نوصل 26 فاحنا عايزين نوصل المرة دي. فقال لي هنبدأها واحدة واحدة، نخش أفريقيا وهنخش ان شاء الله كأس العالم. وصل أفريقيا وكأس العالم، انا ماليش دعوة بالطريقة الفنية بتاعته، يوصل كأس العالم يدافع ال 11 يدافع قدام الملعب قدام حارس المرمى وما يحطوش. ما كانش بيشغلك ما كانش لان انا كان هدف واحد ان احنا نوصل، والحمد لله وصلت. أمم أفريقيا قبل المطلع يعني اكيد كان عندك ناس كتير، واكيد كان بيعرضك. ليه رفضت اولا المدير الفني المصري؟ ما اديتوش. ليه اخترت اجنبي؟ وليه كوبر بالذات؟ لا انا ما فضلتش الاجنبي الاول، انا جبت مصري. تمام. بعد برادلي على طول جبنا المصري اللي هو الكابتن شوقي غريب. تمام. وكان ظروفه صعبه جدا ان هو يستمر في الوضع الحالي، عمل نواه، حط نواه صح، والظروف صعبه، لكن برضه ما وصلش في أمم أفريقيا. لكن لما جينا بقى في التشكيل الجديد بعديه على طول قلنا لا خلاص، المنتخب المصري المدرب المصري خلاص، نجيب مدرب اجنبي. وجات صفات كتيره جدا، وانا كنت يمكن في بعض الصفات انا كنت مايل ليها في الاول، إيه لغايه ما جه العرض بتاع مستر كوبر. فكان هو احسن عرض كنت مايل بالنسبه ليه. لا انا كنت مايل لالان جريس الاول، لاني اساسا موجود في افريقيا وعنده تجربه في افريقيا وعنده نجاحات في افريقيا، كنت عايزه. لكن لما جت اللي انت جبته ما عملوش خبرات في افريقيا خالص. وقعدت معاه قلت له، حتى قلت له النهارده احنا بنتكلم كوبر، لما جينا قعدت معاه قلت له خلي بالك افريقيا غير اي حاجه، ليها مدربين بتوعها. فهو كان كلمه ليه كلمه جميله جدا، قال لي الملعب فيه 11 لاعب وكره القدم ليها مقاس معين والملعب ليه مقاس معين والحكام الموجودين بيحكموا في كل العالم. فما يختلفش بين افريقيا وبين اوروبا وبين اسيا الا المجهود اللي هيعمله المدير الفني صح مع اللعيبه. صح كلامه صح. فقلت له كلام صح وبدانا عليها. وكان يمكن في نقط خلاف، يعني انا عايز اقول حاجه بمناسبه كوبر. كوبر اول ما جه وتعاقدنا معاه ووصل أمم افريقيا وتمام ووصلنا بدانا كاس العالم، حتى لما انا قاعد بره بتفرج طلع له يمكن أشخاص كتيرة جدا هم سبب وجود كوبر والتعاقد مع كوبر. بعد ما ادينا زازات، بعد كأس العالم بعد ما ادينا زازات كله رجع، احنا اللي جبنا كوبر. رجع بعد كده ده حتى في وكلاء اللاعبين طلعوا قالوا ان احنا اللي جبناه، والله ما كانوا موجودين ولا حضروا في الاتفاق. ولا حد حضر في الاتفاق. يعني عقد كوبر مش مكتوب مثلا فيه ان وكيله كذا؟ لا 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 لا، الوكيل بتاعه والمحامي بتاعه وجه وخلص كل حاجة، وفضل نراجع معاه. لا انا عايز المبلغ بتاعه كان 120,000 يورو، قلت له انا ما عنديش يوروهات. انا وفعلا كان الاتحاد ما فيش غير 25,000 يورو في الاتحاد. تمام. الدولارات كان بالظبط في مليون دولار في الاتحاد. قلت لغايه ما خلاص وربنا يسهلها. فانا قلت لا، يعني قلت له ما عنديش يوروهات. قالوا لي خلاص ال 120 خليها 160. قلت لهم انا اخري 50,000 دولار. فلغايه ما وصلنا بتكلم في حته وانت في حته ثانيه. وانا في حته ثانيه. ما انا بقول لك عشان كده كل الناس قالت احنا تعاقدنا مع كوبر، اللي يقول لك انا جبت كوبر، واللي يقول لك طب ماشي، ما كانوا جابوه بنفس الشروط. بس كواليس احنا بنسمعها لاول مره. لا والله بكلمك جد. فالمهم حطينا كوبر، اتفقت معاه على 65,000 دولار مع الثلاثه المساعدين بتوعه، وجم الثلاثه المساعدين بتوعه كان اشتغل. الكلام محمود فايز جوه ال 65، مش عارف مين بره. لا لا لا، جوه ال 65. جوه ال 65 كله جوه ال 65 ما عدا الاثنين المدربين المصريين اللي هو كان اسامه نبيه. ويمكن اصريت على اسامه نبيه يكون موجود في الفتره دي لاني كان من الجهاز السابق، يعني اضرب ليه اللعبة. اسامه ليه مش عبد الستار؟ ليه مش فلان؟ انت ليه شفت ان الكابتن اسامه نبيه هو الاصلح للمرحله؟ بص، الكابتن اسامه نبيه من الناس المجتهده. سيبك من اللي اتقال كتير جدا عليه وان هو كذا وكذا، لا ما افتكرش في مدرب او مدير فني او اي حد مش عايز ينجح
على المستوى الشخصي بتاعه. يعني أسامة نبيه عايز ينجح أكتر من كوبر، يعني حاسة عايز الناس تتكلم عليه أكتر من كوبر لأن هو عايز ينجح. فالنهاردة أسامة نبيه لما كان في الجهاز اللي قبله كان هو معاه في نفس الكارير بتاعه الكابتن عبد الستار صبري. مظبوط. فلما جينا احنا قلنا خلاص ما هو يعني مدرب مساعد مش هينفع لا الكابتن شوقي غريب ولا الكابتن علاء نبيل. تمام. بس فلازم تجيب حد من دول. فأسامة الكابتن أسامة نبيه كان يمكن اشتغل اكتر ومسك مدير فني لنادي الزمالك وانديه تاني. انت شفته راجل المرحله؟ انا شفته راجل المرحله وان هو كان عنده كاريزما انه ممكن يبقى مساعد يقدر يدي الاسماء الصح اللي موجوده من اللي قبلها. وفعلا بداوا صح، لكن المشاكل اللي حصلت دي حتى انا ما كنتش حاضرها. يعني المشكله اللي حصلت مع اسامه وكابتن حسام طبعا غالي انا ما حضرتهاش. بس كانت ممكن تتحل سهل جدا، تتحل مشكله سهله تتحل جدا. شايف ان الاتحاد الحالي اثر فيها ولا شايف مين اللي اثر فيها؟ ما اتحلتش بالطريقه الصح. يعني هي كانت المفروض كان ايه من وجهه نظرك يعني تحل ازاي؟ اقول لحضرتك خاصه انت اتعاملت مع حسام غالي وتعاملت مع حسام غالي طبعا من اللعيبه المحترمه جدا ويمكن ما بيتكلمش خالص. يعني حتى كلامه قليل جدا، يعني مع اللعيبه معايا انا كان كلامه قليل جدا، ولكن انت بتشوف بعينك نوعيه الشخصيات اللي قدامك. ويمكن انا من ضمن الحاجات اللي هي نفعتني في الفتره اللي انا اشتغلت فيها معرفتي جيده ان انا ممكن احلل الشخص اللي قدامي ايه. فالمهم كابتن حسام غالي ليه تركيبه معينه. تركيبته ان هو مثلا شخص معتز بنفسه قوي وعارف نفسه وعارف قيمته وعارف ان هو لاعب كبير جدا وعارف مكانته. تمام. كابتن اسامه برضه في نفس الوقت انت حاطه خلاص في كارير مدرب، يعني تمام. في الجهاز الفني ان هو ليه كلمه ولازم تاخدها. فما كانش ينفع ان انا يعني لا اعلي ده على ده ولا ده على ده، بس المهم ان انا اعرف اوفق بينهم الاثنين عن طريق المكالمه، وفي نفس الوقت هو يتحل جواهم، يعني جوه الجهاز مش بره، يعني مع اللعيبه ما تطلعش بره النطاق ان انا المشكلة كبيرة جدا ابتدي احلها، كان ممكن احلها من الاول. لو انت كنت موجود كنت حابب ان يكون حسام غالي مكمل ومكمل مع المنتخب في المونديال؟ طبعا يعني بصرف النظر عن هو هيأدي او ما يأديش، هو قائد في الملعب؟ لا قائد. هو كشخصية قوية جدا مع لعبته؟ هو شخصية. انا بقول لك ما كانش يتكلم، ما هو بحب الانضباط. انا بحب الانضباط لان هو كلاعب منضبط، عدم الهزار والضحك واللعيبه حتى لو كان هو بيضحك بدرجه يعني معينه معاهم، بس ليه كلمته ليه شخصيته. لازم يكون في كان قائد في الملعب. ما انت احنا شفنا في الملعب الاخير ما كانش في كاس العالم ما كانش في قائد. هروح لده كله معاك، لكن نرجع بسرعه اخد من البدايات عشان ندخل بقى في 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 في, في الشغل الكبير. والبدايه اذا كان اداء مش فرض حاجه على الترابيزه، لكن كنت بشعر احيانا ان ترابيزتك مترتبه. يعني ايه مترتبه؟ يعني انت مثلا معاك 6 اعضاء او 7 اعضاء، انت عارف ان في 5 واخدين قرار معين، وانت في الاخر على الترابيزه صوت. هل كان في بعض الامور ساعات بيضغط عليك بعض الاعضاء بالعدد عشان يمرروا قرار ما؟ يعني يمكن مرتين ثلاثه حسيت القرار دي. ولكن انت لازم يبقى في عندك حنكه وفكر. النهارده انت حسيت الترابيزه هتميلك في اتجاه معين، ممكن يكون الاتجاه ده صح او خطا، ولكن انت بتدرس برضو الناس المعارضين ان قرارهم ايه. فانت بتشوف هنا وبتشوف هنا، وانا بحب الديمقراطيه جدا في القرار. بس القرار ما يبقاش متاخد باتجاه معين، لان هو في قرار واحد اتاخد باتجاه معين غصب عني. انا بقولها غصب عني على الترابيزه، اتخذ باتجاه معين، خد اغلبيه. خد الاغلبيه، يعني بقوا انا معايا 10 اعضاء غير انا، ال10 اعضاء خدوا قرار معين، خلاص انت قرارك اجبرت عليه. اجبرت عليه، ده القرار الوحيد اللي في مدتك، القرار الوحيد انك اجبرت عليه، ما عرفتش تغيره. ما عرفتش اغيره، لكن القرار بعد كده لما الاقي طب نعرف القرار؟ لا لا لا، لما بقيت الاقي قرار هو في اختيار مدرب معين، اختار الكابتن شوقي غريب، اختيار مدرب معين. اختيار الكابتن شوقي غريب ما كانش اختيارك، انت مش معارض. لا انا مش معارض، بس حسيت انه فرض عليك.
فانا احس لو قعدت معاه راجل محترم جدا قبل الاختيار ما نختلفش على انا بص انا لكن انت كان اكيد ليك رؤيه. لا انا قبل اختيار المدير الفني للعرق المصري خدت صفات كتيره جدا وكان اقرب واحد الكابتن شوقي ان انا اقعد معاه وقعدت معاه وتفهمت معاه على كل حاجه. ولكن القرار رغم ان كده انا حسيت طالما في اجماع يبقى القرار مش بتاعي بس فخلاص. لكن انا كنت عايز طبعا يعني هو الكابتن شوقي يستحق وعمل اللي عليه في الدوره دي وانت كنت عاوزه إيه؟ بس حسيت ان انه كده كده جاي ما في حد لازم يعارض يعني حتى واحد يقول لك لا انا انا لقيت القرار العشرة خلاص اوكي فحسيت ان القرار ده كان 11-0 حسيت قرار خلاص يعني ايه لا خلاص كابتن شوقي رغم ان انا قعدت معاه واخترت الجهاز الفني معاه على الترابيزه بقى في التوقيت ده كان شايف مين مع الكابتن شوقي هل اجنبي ولا هل مصري تاني لان كنت انت مرشح اتنين مصريين تاني لا هو الغالبيه كلها كانت مع شوقي بقول لك انا قعدت معاه قبل ما اصوت عليه يعني قبل ما اصوت جوه المجلس انا قعدت مع كابتن شوقي بره لكن واتفقنا على الجهاز مين بس انت لما تقعد على الترابيزه وتلاقي عايز تخش تناقش شويه يعني انا ما كلمتكش انا ما اخدتش رايك مثلا اجيب مين فانت قعدت لقيت لك انت بتقول لي شوقي على شوقي شوقي فحسيت القرار متاخد الكابتن شوقي مع المجموعه ما حسيتش انها بعد كده ممكن تمشي بالشكل ده لا 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 استحاله لان انا كنت برضو على الترابيزه لما احس ان في مجموعه هتاخد قرار معين كنت بلغي القرار اساسا وغير الموضوع مش هناقشه النهارده وناقشه بعد كده بس بعد كده ابتدي اعرف ان انا هناقشه او اعرف ان انا ماشي فين واشوف الصح ايه لو لقيت الصح القرار لان هاخده وهم حتى لو هم اللي قايلينه المجموعه كلها هو القرار ده اللي هيتاخد باخد القرار طب ده القرار اللي حسيت ان انت اجبرت عليه رغم انه قرارك برضه عشان نبقى احنا واضحين لو ما كانش الكابتن شوقي في هذا التوقيت كان هيبقى مين؟ الفكره كانت في مطروحه كان كابتن حسام البدري كان كابتن شوقي غريب وكابتن حسام حسن والثلاثه يستحقوا انا شوف انا بقول لك الثلاثه يستحقوا كنت مايل للكابتن حسام حسن لكن اعضاء اتحاد الكره عرضوك شويه بقول لك مش وقت لا 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 لا, لا. يمكن انا فكرت في الكابتن شوقي غريب لسبب واحد كابتن شوقي غريب ليه تجربه قبل كده شغال فيها واشتغل في المنتخب وكانت الفتره اللي عندنا احنا فتره ضيقه جدا الحق انا شايف ان الكابتن شوقي برضه في الوقت ده واي حد مثلا كان هيتظلم لانه اتظلم وانا قلت له خلي بالك انت هتتظلم في الفتره دي لان الفتره قليله جدا طبعا وقصيره ومش هتقدر ومفيش قوام ومفيش كوره في مصر هتتظلم فيها فهو كان عنده تحدي وكان عنده طموح انه ممكن يحقق حاجه بس اللي كنا متوقعينه فعلا هو اللي حصل لان كان صعب جدا على اي حد هيمسك فهو كان اقرب لسبب واحد لان هو كان اقرب ان هو اشتغل في المنتخبات بس تمام اللي رجحته من ترابيزه 10-1 بقت 11-0 لكوبر بقى وانت مقتنع بيه وعايز تجيبه ازاي جبته مع العشرة اللي يعني ليهم اتجاه واحد انا هقول لك حاجه يمكن كوبر لو رجعنا للتصويت هتلاقي في اتنين عندنا كانوا عايزين مصري او مواطني بمعنى اصح ولما والباقي كله كان عايز اجنبي كابتن عصام عبد الفتاح ومين لا كابتن خالد لطيف وكابتن حسن فريد كانوا عايزين مصري والباقي كله كان اجنبي لما جينا الاجنبي يمكن الاسماء اللي طرحتها ويمكن قعدنا نشوف الاسماء فكوبر والان جريس ومتهيألي في تاني في اسم بس تاني بس انت كنت حابب الان جريس وكوبر وفي الاخر اقتنعت بكوبر الان جريس خد يمكن يعني كوبر حتى كان قريب جدا صوتين الان جريس او صوت وكوبر مثلا 4 اصوات لكن زي كده متقاربه فلما جينا بعد الدراسه وكنا الملفات كلها اتدرست فخلاص كوبر فخدنا كوبر فجينا بعد ما اتخذ كوبر قعدنا نتفاوض بقى مع مستر كوبر ومع الوكيل بتاعه كان استاذ مجدي المتناوي استشار مجدي هو الوحيد اللي خليته شخصيته المحترمه عشان طبعا قانوني ان هو ممكن يتفاوض مع المحامي بتاعه مع حد يعني يكون موجود معاهم وفعلا قعدوا ووصلوا لاتفاقات وكان بغير على طول الفكر
لا دي ما ينفع دي ما تنفعش دي تنفع دي ما تنفعش لغايه ما عملت العقد بتاعه. ويمكن عقد كوبر كان عقد مثالي جدا جدا طبعا. جدا جدا واول مره يتعمل عقد بالطريقه دي. كان عقد طبعا مثالي وبقيمه ماليه وفقا للمتعارف عليه. طبعا انت حطيت اللي جاي بعدك في مأزق كبير عشان العقد اللي انت عامله، لكن ما حسيتش انك خدت حقك في انك وقفت الكره المصريه على رجليها، قعدت النشاط وده كان صعب جدا، جبت جهاز فني عمل استقرار ورحت بطوله افريقيا وماشي في تصفيات كاس العالم بشكل كويس. اخد حقي من مين؟ مع نفسي حقك. مع نفسي انا راضي عن نفسي. لا ما حدش اداك حقك. ما دي ما انا مش عارف. يعني انا بقول لك ما حدش يتكلم فيها، كل اللي بيتكلم على اساس ان كوبر جه كوبر لعب بطريقه دفاعيه نفسه بقى. كوبر مش عارف ايه كوبر ايه. طب انا عايز احسب بصرف النظر عن كوبر، كوبر تعاقد مع ايا مين اللي تعاقد، وانا قلت ايا مين يتعاقد مع كوبر، بس في الاخر كوبر وصلنا لايه؟ للنقطتين اللي احنا عايزينهم. اوصل افريقيا ووصل للنهائي، اوصل كاس العالم وماليش دعوه باللي حصل في كاس العالم. يعني ده كان يعني طبعا النهارده وصلك كاس العالم، حطك على خريطه الانديه، قصدي المنتخبات الموجوده في كاس العالم. ترتيبك ايه في كاس العالم الاخير دي مش ما تهمنيش انا شخصيا لاني انا ما كنتش موجود فيها، ولكن في نفس الوقت انت وصلت من ضمن ال 32 نادي منتخب اللي كانوا موجودين في كاس العالم. اللي حصل بعد كده في كوبر انت كنت شايف انك تقدر تحقق ده؟ يعني انت حطيت النواه وبدات، لكن انت كنت شايف لو كنت قعدت وكملت ان ده على ايدك الدنيا ماشيه هو كان حقي. وانا عايز اقول لك هو كان حق مجلس الاداره بتاعنا طبقا للي اتعمل كله تكمل ان هو يكمل لغايه قانون يعني الرياضه في ليه يوصل لها بالظبط لغايه كاس لغايه قانون الرياضه ويكمل بعد كده يوصل. اشمعنى اتحاد الكوره اللي ما تطبقش عليه اللي تطبق على بقيه الاتحادات من وجهه نظرك؟ يسال فيه طبعا السيد الوزير خالد عبد العزيز. جه عليك هو في حاجات كتيره جه عليا فيها. يعني مثلا ماتش زي بتاع السنغال، ايه الضرر اللي كان في ماتش السنغال؟ ايه الضرر اللي كانت فيه لجنه ورايحه ولجنه طالعه ولجنه داخله ولجنه ايه الضرر اللي كان فيه؟ يمكن انت زعلت حد تبعه فعمل لك لجان. زعلت حد تبعه؟ ما اعرفش. يعني اتعملت ضجه بدون لازمه. نذكر الناس بالضجه، اتعملت ضجه ليه؟ الضجه مثلا احنا يعني انا اول ده ماتش السنغال بتاع تصفيات كاس العالم اللي قبلها. الماتش لا الودي ماتش ودي كانت ده بتاع الامارات تعرض عليها الاول لا بالفريق الثاني تعرض عليها ماتش ان هيتعمل ماتش ودي في الامارات لمنتخب السنغال مع مصر. كويس وافقت. الراعي مين اللي هيجيبه؟ الراعي جه. ماتش السنغال ماتش السنغال. طيب الشروط والحاجات دي اكتبوها واعملوها. احنا قاعدين قلنا طب ما خلاص نفرض ماتش السنغال احنا توقعنا تمام نفس الماتش ده ما اتلعبش لاي ظرف من الظروف هيبقى احنا رحنا الامارات بدون ما نلعب ماتش. طب بنعمل ماتش تاني ويبقى على الاقل استفدنا بماتشين في نفس المعسكر. كويس. او لو اتلغى ماتش يبقى في واحد وده اللي اتعمل. اتفقنا وجاتنا بعتنا لزامبيا، زامبيا وافقت ولا تدفعوا لنا كذا كذا كذا. كلمنا الراعي ادفع الفلوس، دفع الفلوس قال خلاص موافق. ورحنا السنغال. حصلت المشكله هناك الفريق اللي جه فريق الاولمبي بتاعهم. ما كنتوش مشترطين انتوا؟ لا فريق الاولمبي. كلمني الكابتن حسن فريد قلت له مش هنلعب. قال لي وانا موافقك مش هنلعب وما تلعبش الماتش. ايه الضرر بقى اللي حصل ولعبنا ماتش زامبيا؟ يعني انت رحت انت في التوقيت ده كنت عايز مباراه وفي نفس الوقت انا ما تحملتش لا السنغال ولا زامبيا. خزنتك ما ولا حاجه. ايه الضرر بقى؟ لا شوفوا ان السنغال والهيصه بقى اللي اشتغلت و و و نفس الموضوع حصل برضو معايا في نفس هي كانت تلكيكه. الوزير خالد عبد العزيز اتلككت لك ليه؟ انا قلت لك حاجه، انا كان يعني قايلين ان جمال علام مش هكمل اكتر من 3 شهور. ده حقيقه. تمام؟ بدات مع شركه عملت ماتش قبل كده مش عارف ايه ماتش اسمها ليها اسم معين. وقال لك لا الشركه دي الفلوس لازم الشرط الجزائي اللي انتوا عاملينه عليها تدفعوه. ودفع من جيوبنا. كابتن حسن فريد راجل تحمل جزء كبير جدا اللي انا بشكره. تمام؟ ما الراجل حتى دفع حق والشركه الراعيه والشركه الراعيه خليتها دفعت الفلوس. فالنهارده انت يعني انت بتدفعني ليه؟ يعني انا عامل شرط جزائي على نفسي ان انا لو الماتش ده اتلعب
هناك رحنا خلاص اوكي شركه الراعيه ما تلعبش الماتش او ما تنفذش الماتش تدفع 50,000 دولار. يقول لك خلاص خد الشرط الجزائي ادفع 50,000 دولار. الشركه مشيت، انا اللي عامله الشرط. ما انت اللي عامله وانت كنت ماشي ولا كويس ولا اللي ادفعه يعني وانت انا اللي عامله وانا اللي كويس. لكن انت شايف ان الراجل وزير الشباب والرياضه السابق اتلكك وراها سبب وراها حاجه؟ لا 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 لا، هو كان بيطبق معايا القانون صح. اه واللوائح صح. اللوائح صح على بدون حفظ صح. حفظ الالقاب يعني اللوائح صح على جمال علام بس. انا ما شفتش بعد كده على ولا قبل كده ولا ببص انا كده. انا قاعد ما قابلتوش كلمت معاه لا لا ولا كده. انا كنت بقابله ونتكلم كلام كويس وحلو قوي كان عندك احد الاعضاء في مجلسك كان دايما هو مش عايز اقول العين بتاعته لكن كان دايما بيقعد يفلتر معاه مع الوزير مع الوزير. لا بس الوزير المفروض ان حتى لو حد جه له وقال له موضوع لازم يشوف الموضوع كله. بس كان كل ترابيزتك هناك في الوزاره يشوف الموضوع كله، كلهم صحابه. يجي يشوفها يعني يعني حتى لما صحابه دول صحابه دول قلبوه عليك ما بوقفوش معاك؟ هو لغايه ما انا مشيت ما بينليش ان هو مقلوب يعني. هو كان بيتعامل معايا زي ما بقول لك باللوائح. ابعت للجنه واللجنه تيجي تفتش وما فيش حاجه وتمشي يعني. حتى العقد بتاع شركة بريزنتيشن لما حصل فيه غرامات انا واخد القرار. انا مشكله انت مغرمهم اساسا؟ لا انا واخد القرار بان ممكن الناس دي ليهم غرامات قدها مبلغ قد كده بس بعد موافقه وزاره الرياضه. يعني انا بعت لك بعد موافقتك تجيني اللجنه. وانت قايل له انت يعني انا بقول له بعد الموافقه بتاعتك يعني خدها عندك واحسبها وشوفها. طلع في الجرايد جمال علام مجلس الاداره يوافق مش عارف على خصم مش عارف 9 مليون و29 مليون. انا موافق، انا ما دفعتش ولا اتخصم من عندي حاجه ولا دفعت حاجه ولا خدت قرار بحاجه، ده انا بعته للوزير. حلو، الفلوس دي اتدفعت في الاخر لغايه ما انا مشيت في ولا مليم الدفع. وكان هو بيحارب عليهم الوزير. لا بعد هو ما انت مشيت حارب عليهم. حارب عليهم ازاي يعني؟ الفلوس دي اتدفعت؟ لا ما اعرفش، بس هو اللي اتبعت لي قرار من الوزاره ان هم ليهم في حدود 400 وشويه او حاجه زي كده. بس اللي انا عايز اقصده ان انا ما خدتش قرار. يعني النهارده انا بقول لك ايه، انا هدفع وانت تشوف بشرط انك انت توافق. انت ما توافقش وتبعت لي لجنه يقول لي انا مش موافق. لكن بعت لي لجنه والاتحاد ازاي ده يدفع وهنحل الاتحاد لو كان دفع. وانا دفعت واتعملت هي صار ولا اتخصم حاجه ولا اتدفع حاجه. ده بالعكس، ده انا شركه الراعيه كنت بخليها تدفع للناس تاني. لا لا، انا بقول لك هو اتعامل معايا باللوائح. متشكرين جدا، اشكره يعني. شايل منه حاسس؟ لا مش شايل. انا الحاجه الوحيده اللي أنا يعني اللي هو انا طلعت محترم لصالح مصر. كان ممكن ان انا اعمل زي اي حد واقول ان انا في اتحاد كوره وقراري ما حدش يقدر يخش معايا والفيفا ومعايا جوابات رسمي والفيفا وما حدش يقدر يوقفني واوقف بلدي او اكمل. تمام، على الاقل اكمل المده بتاعتي. وانا اقولها اهو وكنت بكلمك في التليفون بيني وبينك عادي، قلت لي الا ايقاف النشاط في مصر لو جت على اللي انا اروح اقعد في بيتي. بس هو ده اللي انا عملته يوم 21/5 قبل الحكم بيوم. وعارف ان الحكم بكره وهيبقى قرار نهائي. انا عفيت الوزير من القرار نفسه لان يعني انا انت لو رحت لو رحت للجهات الدوليه تقعد. طبعا هقعد، وبالعكس هو لو طلع الحكم وانا ما نفذتوش كان هيعمل ايه؟ كان هيبقى المسؤوليه عليه هو مش عليا انا. لكن انا قلت لا، السلام عليكم ومشيت. واتلمت يوم 21 ان انا مشيت. والاعضاء طلعوا فيهم من اخطا وفيهم طبعا مسامحهم اي حد خطا، فيهم من اخطا وفيهم هم من وافق. هاجموك عشان ما سمعتش كلامه؟ لا، هم ان احنا كنا متفقين ان احنا هنمشي. لكن انا لقيت خلاص الوضع، ويمكن الرساله قدمتها كذا مره في الحكم بالذات، ما ينفعش ان انا اقعد وخصوصا الاتحاد الدولي بيخاطبني ان احنا مش معترفين في اتحاد الكوره الا بالرئيس فلان الفلاني. يعني هتبقى مشكله. تمام، سيبك الاعضاء، ما هم مجلس. خلاص انا مشيت، لو عايزين مجلس زي ما هو بالقانون وانت عايزه افتح. هو المهندس خالد عبد العزيز بعد ما انت مشيت حصل اكتر من ازمه، قال لك ما نقدرش نحل ولا نيجي جنبهم ولا حاجه لان دول. هو قال معايا انا ما اقدرش احل، بس هي المشكله مش في الحل، هو المشكله انت حسستني ان انا محلول. يعني انت شغال تحت ضغط. انت لما بتطلع على الهواء بتتكلم تقول ايه؟
كرامه تطلع تقول ايه؟ بتقول ان شاء الله لما يطلع في حكم احنا هننفذ القانون. ما انت حسسني ان انت عايز تعمل حاجه. ما كلمتوش ليه حضرتك وقلت له ايه الوضع؟ لا هي مش انا حاسس ان كلمته كانت تقيله عليك. لا احنا انا بكلمك انا بس عايزه زي بعض. انا عايز اقول لك حاجه، انا الوزير الثلاث وزراء اللي كانوا معايا كابتن عمرو فاروق وخالد بيه عبد العزيز وطاهر ابو زيد، اسالهم الثلاثه جمال علام طلب منكم حاجه شخصيه حتى؟ لا من غير مساله. بالعكس انا الفتره بتاعتي اللي انا كنت فيها الاتحاد وما كانش في فلوس في الاتحاد ما طلبتش من اي وزير فيهم دعم الاتحاد، واعتمدت على الاتحاد على مداخله الخاصه، وتعاقدت وما كانش عندي فلوس، تعاقدت مع راعي بعد ما الراعي اللي كان موجود ده متعثر، تعاقدت مع الراعي الثاني الجديد تمام بمبلغ صغير ودخل عندي، بعت الكاس المصر اللي كان عمره ما بيتباع، كاس مصر كان ببلاش، بعت ماتش السوبر اللي كان برضه ببلاش بعتهم، ودخلت مداخيل الاتحاد، دورت على فلوس اللي بره ودخلتها، دورت على فلوس اللي في التلفزيون ودخلتها، سددت الضرائب اللي عليا من قيمة الديون اللي هي عند التلفزيون لوزارة المالية وبينهم من بعض، عملت مقصة بالزبط. تمام، دخلت فلوس تاني من بعض الإيرادات في الماتشات، دخلت فلوس. إنما أنت النهاردة هتقول لوزير الرياضة اديني فلوس؟ أنا حسسته إن أنا مش عايز فلوس. أنا وكان بيقول لي الاتحاد عنده خزينة مليانة، يعني الاتحادات اللي قبل كده كانت بتاخد، انما هو لما كان بيكلم معايا يقول لي الاتحاد انا حاسه اتحاد غني وعنده فلوس. اقول لك كلمه برضه تاخدها بطيب نفس، حاسس ان الاستاذ جمال علام راجل طيب وراجل وطني بيحب بلده، لو قلت له النشاط هيتوقف يعني هيجي على نفسه، عشان كده كان حد شويه كان بيطبق القانون بحذافيره. لا هو معايا انا ما كانش حد، لان انا ما بتعاملش مع حد يعني. انا هو بيتعامل، هو كلامه بيتعامل على القانون، وان هو القانون عنده. وبعد كده انا عايز اقول لك حاجه، انا جاي لاتحاد الكوره كنت متطوع. يعني اي خطا من اي حد او اي غلط من اي حد هطربع الترابيزه عليه وامشي، ما عنديش مشكله. لاني يعني اذا كان انا بتعامل معاك بادب وبذوق وباحترام وكل حاجه، لا ده من عندي انا. لكن لما هلاقي عكس كده لا لا العكس هيتغير خالص. انما انا هو الراجل كان بيتعامل باخلاقه وبيتعامل باحترام، ولما اكلمه يرد عليا لما اطلبه، ولما ابعت له رساله بيرد عليا، وبالعكس ده هو في حاجات كتير بيبعت رسائل، وفي حاجات كتيره جدا عملها كويس. لكن انا بقول لك كان في المشكله، لما تيجي مشكله ضغط عليه اعلامي، بمجرد ما يبقى في ضغط اعلامي كنت الاقي ضغط اعلامي، ضغط شغل عندي انا. لصالح مين الضغط الاعلامي ده؟ ما اعرفش، هو يمكن كان في فتره معينه ان جمال علام ده مش عارف حاجه، جمال علام ده مش عارف يدير، جمال علام ما عندوش فكره. انا قلت في البدايه ان انا داخل الاتحاد ما عنديش الكلام ده. لا بالعكس، ده اداني اصرار وقوه ان انا اعرف كل حاجه جوه الاتحاد. انا اسف، اللي ما بيعرفش يدير واللي مش فاهم حاجه في الكوره ده زي ما اتقال، عمل ايه للكوره والكوره كانت واقفه ورجع الكوره في اكبر تحدي في تاريخ كره القدم في مصر. تمام، مش ده بس كمان، لما دي عايزين نذكرها انت عندك بقى. مشكله كانت الاهلي والمصري. طبعا ازاي ترجع ان الاهلي يلعب المصري والمصري يلعب الاهلي في عز ازمات الاهلي والمصري؟ تمام، مش دي ضغط؟ طبعا. واتعملت ازاي؟ واتلعبوا في الجونه، وكمان يعني في ناس قالوا لي ان انت كرئيس اتحاد روح حضر الماتش ده، قلت لهم انا لو حضرت الماتش ده يبقى الماتش ده رسمي. الماتش ده لازم يبقى دوري عادي. انت ما بتحضرش كل الماتشات، مش كل الماتشات بتروح فبالتالي يبقى زيه زي كل الماتشات. بالظبط، الماتش ده لازم يبقى ماتش عادي، يعني بمعنى ان يبقى ماتش اهلي ومصري عادي بيتلعب. وكانوا في اليوم ده عيننا اثنين مراقبين، ومن احسن اثنين مراقبين، كابتن ابراهيم القصاص وكابتن عادل محفوظ. الاثنين حضروا هناك واتصلوا بيا في الماتش قبل الماتش. طبعا انا يعني هتقول لي اعصابك كانت حديد؟ لا، كانت اعصابي مهزوزه، كنت خايف. خايف من الماتش. تمام، بيحصل في حاجه والدنيا كلها تتقلب. طبعا. لكن الناس ما حسبتش الماتش ده مش ازاي والرياضه رجعت ازاي، ما حدش حسبها او ما حدش قال ده انجاز من ضمن الانجاز. فالمهم اتصلوا بيا قالوا لي اللعيبه مش راضيه تسلم على بعضها. كانت الدنيا مشدوده. شد. قلت لهم انا ما يهمنيش، انا كنا عاملين الدوري بتاعنا ان ايه؟ البدايه اللي هو الروح الرياضيه ان كل واحد يسلم على بعضه. فقلت لهم خلاص الاهلي والمصري
بره الموضوع دول خالص، انسوا انه يسلموا على بعض. ابدا انا عايز صفاره حكم. اتلعب الماتش واتلعب الماتش ومشي بقى الاهلي والمصري خلاص، مشيت الكوره لغايه دلوقتي بقت ماتشات عاديه وخلاص، وان شاء الله برضو باذن الله تتعدل ان هم يلعبوا في مكانهم او المصري يرجع يلعب في بلده يعني. المصري بيلعب في في, في 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 لا لا انا برضو مش راضي عنه لغايه دلوقتي انه يلعب بره. لا المصري من حقه يلعب في لو في انت بلد. رئيس اتحاد وعندك مباراه زي الاهلي في نص افريقيا تلعبه من غير جمهور؟ لا طبعا، لان دي لائحه الاتحاد الافريقي بيقول لك لازم يبقى فيه جمهور. لائحه الاتحاد الافريقي بيقول لك لا في جمهور الا اذا كانت في عقوبه على النادي. كانش في عقوبه؟ لا يلعب. انا بقول لك يعني العقوبه اللي طلعت مع ايقاف التنفيذ لو في حاجه، لو تكررت اي خروج عن النص او ايا كان. لكن الماتش هرمان. لكن يتلعب. الماتش ما كانش فيه عقوبه. لا يتلعب. انت كرئيس لا يتلعب بجمهور طالما في ايقاف. لان هو ايقاف حتى احكام القضاء الخارجي لما يديك ايقاف التنفيذ معناها ان هو مستنيك على المحك انك تعمل نفس الواقعه، يبقى ساعتها هيحكم عليك. لكن انت لو رئيس الاتحاد كان لازم لا تعمل لازم على ان الجمهور يكون موجود. لازم يلعب. فانا بقول لك دي حادثه. فاكر الواقعه الثانيه بتاعه الاهلي لما كان بيلعب سموحه وجماهير النادي الاهلي العظيمه وقفت قدام الاوتوبيس بتاع النادي الاهلي ومنعته انه يخرج. حل الماتش ده كان ازاي؟ ابسط شيء كان الاهلي كان الاهلي كان يعتبر مهزوم 2-0 تمام، لان ما راحش في الوقت القانوني بتاعه، والاهلي عنده جماهيره اللي هي منعاه انه يروح، وحرصا من قياده النادي الاهلي في الوقت ده على جماهيرها مش عايزه تروح بالظبط. وكلمت انا رئيس مجلس الاداره وقال لي لا مش هروح، لان لو رحت دي هتبقى مسؤوليه، تتحمل انت المسؤوليه. قلت له هتحمل المسؤوليه. تمام. وكلمت الكابتن عامر حسين وقلت له كلم الكابتن المهندس فرج عامر وقول له ان احنا هنلعب الوقت احنا اجله ومش هنصفر بنهايه الماتش، ووافق. كلمت الحكام قلت له ما تنزلش الملعب وما تصفرش. عديت الازمه. وعدينا الازمه. وقلت لحاجه واحده، قلت له يا ثروت بيه انا عايز حاجه واحده بس تحصل، عايز اربع لعيبه او خمس لعيبه من النادي الاهلي ينزلوا الملعب. باي طريقه. لان لو نزلوا اي لعيبه خارج في الملعب خلاص الجماهير فكت. وفعلا قد كان طلعوا في بتاع خمس ستة لاعيبه بعربيه مصفحه وراحوا نزلوا الملعب. كانت المباراه اللي شافت دي كان الاوتوبيس الثاني كان رايح. وخلصت المشكله. دي مشكله، دي حاجات من ضمن حل الازمات اللي كانت موجوده. فانا ما اقدرش اقول ان انا صعبه تتكرر تاني يعني. ازمات كانت خلاص خلصت، كانت كلها ازمات يعني تقطم ظهر الكوره. ما انا بقول لك حريق اتحاد الكوره. انت النهارده لما تحرق خلي واحد مكتب محامي. هنقول محامي اصلا يعني حاجه بسيطه، عنده ملفات لفلان وفلان وفلان وكل واحد ممكن يجيب ملفه تاني. تمام. اتحرق مكتب المحامي وعنده قضيه بكره وعنده قضيه بعد بكره. هيعمل ايه؟ خلاص حاله وقف. احنا نفس الوضع ده. انت عندك شؤون اللاعبين اللي تحت اللي اتحرقت زيها زي اي مساند، فيها مساندات اللعيبه كلها من يوم ما طلعت لغايه دلوقتي. طيب اتحرقت، لو جاني اي حد من ضمن الناس وقال انا كنت بلعب مش هقدر اقول له ما بتلعبش. وخصوصا كمان انت عندك مناطق ممكن تتلعب فيها. وبيتلعب فيها. ممكن تتلعب فيها. وبيتلعب. لا لا ممكن تتلعب فيها. تختلف من ممكن تتلعب فيها من بتلعب فيها؟ احنا قدرناها بقى ازاي؟ ان احنا النهارده خدنا اللعيبه كلها من غير ما نعرف حد، قلنا السجلات موجوده في اتحاد الكوره. تمام؟ بس يا مناطق ابعتوا لنا عشان نطبق السجلات دي مع دي. بعت لك المناطق كلها. جبت تاني الورق كله من المناطق. تمام؟ بالسجلات المظبوطه، يطبقها ويبعتها لي ومطبقه زيها زي ودخلناها، ما فيش ولا واحده غلطه حصلت. من صفر. في اتحاد الكوره. بنيت الاتحاد من تاني اوراق ورقه وكل حاجه تاني. استلم الاتحاد دلوقتي، اتحاد استلم اتحاد جاهز. في كل حاجته موجوده، لجانه موجوده وشغله موجود وشؤون القانونيه موجوده والحسابات موجوده وكل حاجه. انت متخيل موقف كده؟ انا بقول لك انت متخيل موقف وانت كمان مش موجود في مصر. يعني انت اتحرق الاتحاد وانا كنا بره ورجعنا تاني رجعنا على طول. وخدنا الملفات كلها وفتحنا كل حاجه تاني. وبرضه بشكر العمري بيه فاروق في ساعتها
فعلا دخل عمل اتحاد محترم وطور اتحاد جديد. وبالمناسبه انا اترفعت علي قضيه من الدوله ان انا اللي باني غلط وجاتني غرامه نص مليون دولار جنيه. نص مليون جنيه يعني انا معمول عليا كانت قضيه واتحكم بيها بنص مليون جنيه. انا لسه واخد لسه فيها دلوقتي براءه. عليك انت شخصا ولا شخصا على الاتحاد؟ شخصا بالاسم يعني كان الاتحاد ده ملكي مش رئيس الاتحاد بصفته. لا جمال محمد دي جديدة برضه أول مرة تسمعها. اه والله تاخد فيها حكم نص مليون جنيه غرامة على السيد فلان الفلاني. انك باني غلط. ان انا باني بيت غلط. انتوا طالعين بره وجوه ولا ايه؟ باني بيت غلط. اعتبروا اتحاد الكورة ده بيت غلط. وانت صاحب يعني البيت بقى قالك مين رئيس الاتحاد حط اسمه. مين اللي ملاه بالظبط؟ مين اللي ملاه؟ ومش انا اللي موجود اساسا. يعني لا انا اللي قدمت الرسومات ولا انا اللي قدمت تعديل ولا انا اللي عملت حاجة. يعني وزارة الرياضة مع وزارة الإنتاج الحربي. لكن اللي اتحاسبت في الآخر فاتورة. يعني كان ممكن جدا إن أنت مسافر مثلا في سفرية لا تتحبس لا تريكنج شوية عشان يدي عليك نص مليون جنيه وحكم نهائي. كان ممكن آخد نهائي وأدفعها أنا. عليك إيه ده كله؟ ما أنا بقول لك أهو. لكن في حد متطوع لا وسايب 25 مليون جنيه فائض. يعني من لا شيء ل 25 مليون فائض. يا وانا كمان لا ادفع نص مليون جنيه لو اتحكم ببراءه. ما اتحكمش براءه. الاتحاد الحالي قالوا هيكرموا الاستاذ جمال علام، هيقعدوا مع الاستاذ جمال علام، هيحصل حاجات كتير من دي. ما شفناش حاجات من دي. علاقتك بيهم ايه؟ لا علاقتي طيبه، كلهم ناس محترمين. وكابتن هاني راجل محترم، وكابتن اعضاء مجلس كلهم بكلم معاهم ناس محترمين جدا. لكن لا هو ليهم خلاص ده شغلهم وفتره بتاعتهم وناس بتشتغل لازم يشتغلوا هم صح. تكريم او مش تكريم يعني مش هيفرق طالما في علاقه ود وتعامل مع بعض كويسه ما فيش مشكله. ما فكرتش ليه انك تخوض تجربه الانتخابات تاني في الاتحاد بعد الفتره اللي قضيتها اللي هي الفتره الحاليه دي؟ لا ما انا قلت ان انا كنت وعلنت معايا قلت لي انا مش هدخل مش خالص هخش. لا قلت فيه طبعا كابتن هاني قدم السبت فانا بقدم لحد والاثنين والثلاثه والاربعه. لا دي كلامي واضح. لكن لو في انتخابات ثاني والعمر فيه بقيه وفي اعضاء جمعيه عموميه ناس عايزه جمال علام زي ما هم بيبعتوا لي يعني ممكن الانتخابات الجايه نشوف الاستاذ جمال علام موجود ان شاء الله. يعني ممكن ما انا بقول لك ممكن بس دي يعني ليها شروط. النهارده انت دخلت اتحاد الكوره وعملت حاجه، هل اثرت مع اعضاء الجمعيه العموميه بايلهم من ليك تاثير معاهم ولا لا؟ هل هم عايزين جمال علام تاني ولا لا؟ دي هتتحسب بعد ما تفتح انتخابات جديده. يبقى ساعتها القرار. وهل في استطاعه برضو انك انت تادي تاني شغل برضو تحت نفس الضغط وتحت نفس الظروف هي هي؟ لو الناس اتغيرت الناس اتغيرت، الدنيا اتغيرت. لا بس اتغيرت للاحسن بالنسبه لي انا. احنا بنقول للاحسن مع الناس للاحسن. انا قلت اتغيرت بس معايا انا بالنسبه للجمعيه العموميه ومع اي حد بره للاحسن. بالنسبه للسعيد كمان تواصلوا مع حضرتك، وخاصه اعضاء الاتحاد دول كانوا موجودين معظمهم معاك. حد بيتكلم معاك؟ حد لا كلهم متواصلين معايا. كلهم متواصلين اللي بيتهم متواصل. حتى يمكن عضو من الاعضاء كان في مشكله بينه وبينه هو حسها او في ناس دخلت في النص بس مش من اللي كانوا معايا يعني التانيين فوصلوا له كده او شالوا وشايه. كنا قاعدين سوا انا وهو. قال لي انت عملت فيها كذا، قلت له استحاله انا عملت كذا وكذا وكذا والصح انا عملت كذا كذا. قال لي كلامك صح واقتنعنا وبقينا كمان يعني احسن من الاول. مجلسك كان منقسم جزء معاك وجزء ضدك؟ لا لا هو جزء ضدي ما كانش فيه. سفت يعني بيقول في ثلاث اعضاء بره السيطره، او لو انت دخلت بالناس دي في ثلاثه مش هتاخدهم معاك في الانتخابات. لا مش هاخدهم، مش ما كانش ليهم تاثير. لكن كانش ليهم تاثير ومع ذلك موجودين في المجلس اللي فات بدون ذكر اسماء في الجديد ولا ما كملوش؟ لا ما ينفعش. موجودين. لا ما ينفعش. ماشي. لا ما ينفعش. موجودين. فما كانش لهم تأثير. فالنهارده انت عايز عضو يكون معاك فاعل حتى لو هو غلط، حتى لو هو ضدك في الرأي. تمام؟ بس توصل للصح ايه؟ يعني النهارده انا بناقش مشكلة لازم يبقى فيه مش انا الرأي الأوحد. مش انا الدكتاتور اللي خلاص هو قراري الصح. ولا اسندها لأي حد تاني.
يعني لازم ناخد مع بعض الرأي والشورى وناخد قرار صح. شايف ان انت في قرار فرض عليك، لكن شايف ان انت في فترتك خدت قرارات غلط او في قرار خدته غلط ولو عاد بيك الوقت هتغير القرار ده؟ لا انا ما خدتش ولا قرار غلط في فترتك، كلها قرارات صح. ما خدتش ولا قرار غلط، لان انا بقول لك القرار كان بيبقى قرار مجموعه. وقرار غلط يبقى معنى ذلك ان انا بصر على حاجه حتى لو كانت صح او غلط. لا القرار كان كله بالمجموعه. لكن طب في قرار ما خدتوش كان نفسك تاخده؟ عوده الجماهير. عوده الجماهير لان الوقت اللي انا كنت فيه ما كانش يسمح ان انا اكون في عوده الجماهير. انت بتدي نفس بس، يعني الجثه كانت ماتت، يعني بتاخدها كده في الانعاش تاخد نفس وترجع. لكن عوده الجماهير كان نفسي ان ترجع الجماهير. يمكن رجعت معايا في المنتخب ووصلنا في ماتش زي ماتش نيجيريا في اكتر من 65,000 متفرج، بس ده ماتش منتخب. يعني ما هواش الماتش اللي هو فيه الاحتكاك الجماهيري. كان نفسي ان يبقى جماهير موجوده بمعنى كلمه جماهير، نرجع زي ايام زمان، ايام الماتشات الكبيره اللي كنت بتشوف فيها عدد كبير جدا من جماهير الفرقه المنافسه، وكنت بتتفرج على، لان الجماهير دي عصب الماتش وعصب المباراه وهي المحرك الاساسي للعيبه. احنا عملنا النتائج اللي عملناها بالمنتخب كانت كلها بالجماهير. لو قيمت اداء اتحاد الكره الحالي تديله كم من 10؟ لا انا ما اقدرش اقيم اي اتحاد، لان انا ما كنتش احب حد يقيمني. لكن رغم كده انا اتقيمت، وكل واحد ده انا كل يوم كنت بتقيم، لكن انا ما احبش ان انا اقيم، يعني حد يقيم حد، لاني هو الشغل بيبقى موجود على المجموعه او على الجميع. شايف انت كنت بعيد عن الاعلام ولا الاعلام ما كانش حبك؟ الاثنين. يعني انا مش يعني مش بتاع زور. امورك مع الاعلام ليه؟ لا انا مش بتاع زور اعلامي. ولكن برضو الاعلام بتاعنا في فترتنا احنا اكتر. يمكن او بعد الثوره اكتر ظهر بقى المواقع كتيره جدا. السوشيال ميديا كانت بدايتها بقى وانتشارها النهارده. انت على حسب الحب والكره. وطبعا انا ما كنتش متواصل كتير جدا، ويمكن ليه عتاب كمان، يمكن في ناس كمان كانت اقرب مني في الفتره دي بحكم المنصب وحكم ترك الكرسي. بعدوا عنك طبعا. هي دي سنه الحياه وانا عارفها، مش فارقه معايا. لكن لان انا من اول ما دخلت اتحاد الكوره انا حطيت في ذهني حاجه واحده بس، ان المكان ده انت قاعد فيه فتره معينه بتخدم حاجه معينه لفتره معينه، وبعد كده راجع لاصلك. فانا حتى اسال اي حد من المجموعه اللي انا كنت معاهم قبل الاتحاد زي بعد الاتحاد. انا عارف. لا انا مش محتاج اسال. هيكتور كوبر وجهازه والمعاون تواصلوا معاك ولا بعد ما سبت الاتحاد ما حدش تواصل معاك؟ لا في البدايه، ويمكن انا كنت بروح لهم في المعسكرات في الاول. وحضرت معاهم كذا معسكر. كان في يعني لما كنت اتقارب احس بان هم يعني حاسين ان الشخص ده كان معاهم في يوم من الايام وليه وضع معين معاهم وليه محبه معينه. لكن في كاس العالم لا ما تواصلتش مع حد، لان انا حتى ما رحتش كاس العالم. ما رحتش كاس العالم، كنت يعني مستني اتحاد الكوره يعني يقول لك اتفضل يعني يعزمك؟ قالوا لي قالوا لك تعالى. قالوا لي تعالى، وكان معمول حجز ليا ومعمول كل حاجه ليا. ما رحتش ليه؟ بس انا يمكن الحمد لله يعني ما رحتش لسبب واحد، كحصلت حاجه كده وما رحتش بيها. لكن في نفس الوقت قلت الحمد لله. لا اصل ده كاس عالم وانت تعتبر ساهمت ولو بجزء. امتى؟ يعني امتى ساهمت؟ لا ساهمت انت جايب جهاز ومعرفة دلوقتي ولا قبل؟ لا قبل ساعه كاس العالم. النواه دي ساعه كاس العالم ما كنتش انا ساهمت خالص. لا النواه الناس كلها كانت تقول لك ما ساهمت. انت بتسقط على الناس اللي كانت بتقول. انا دلوقتي اللي بقيت ساهمت. لكن قبل كده كان كل الناس لا خلاص نسيت ان في حد. يعني ما هو الناس قالوا لك تعالى الاول واطلع وكنت هتبقى. ما على الاتحاد. ما انا فاهم، بس برضه في نفس الوقت الناس، انا ما اقدرش الوم على الناس في الاتحاد. لا هم قالوا تعالى. الراجل الناس كلهم قالوا وعملوا الحجوزات وكانت محجوزه هناك مكان. انا بقول لك الحمد لله ما رحتش. انت عارف والحمد لله انك ما رحتش. لسبب واحد. لان ما انت كنتش هتطلع تصور مع اللعيبه فوق يعني. في المشكله الاخيره لا وفي المشكله الاخيره لما جت مشكله على الاتحاد قالوا لهم فلان ده سافر ليه وفلان ده سافر ليه. ف
فتخيل لو انا رحت كمان هناك وتبقى تتقال على جمال العالم ايه اللي وداه هناك. لا لا امر لا طبيعي. لا 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 في حاجات برضو كتيره حصلت برضو بلاش الحاجات الصعيدي قوي دي يعني. اه لا في حاجات كتيره حصلت في حاجات كتيره. لا انا بقول الحمد لله انا ما رحتش لاني احترمت كده نفسي واحترمت التاريخ. بعيدا عن بقى الاحداث اللي حصلت بعد يعني انت قلت الحمد لله ما رحتش لكن انت واخد قرارك من اول انك مش هتروح. ليه كنت واخد قرار انك ما تروحش؟ لا لا حصلت في ظروف عندي ما رضيتش اروح فيها. اه ظروف شخصيه يعني. اه ما قدرتش بعيدا عن اي حاجه. لا لا كان مع يعني كان معمول حسابي وكل حاجه بس ظروف معينه ما رضيتش اروح فيها. وبقول لك بعد كاس العالم قلت الحمد لله ان انا ما رحتش. اكتر حاجه شايفها في كاس العالم كان فيها مشكله من وجهه نظرك واحد مصري شايف من بعيد كده شايف ان الحته دي كان فيها مشكله كان ايه؟ خروج اللاعبين على التركيز. ودي كانت اسبابها كتيره جدا يعني اللي احنا سمعناها. شفت ان اللاعبين في حد طلع لها فوق. اه طبعا اه مش تركيز وغياب قائد برضو في الملعب. كل الكلام ده ازمه محمد صلاح تابعتها؟ لا ما تابعتهاش بس سمعتها. اه لكن وانت بتشوفها كده صوره وطياره واعتراض وبعد كده فضلت مكمله معانا لغايه دلوقتي ووكيله بيبعت رسائل وخطابات. دايما انت تقول لي الحلول سهله. اصل انا كنت موجود ساعه قصه حسام غالي كنت حلتها ولو موجود مع محمد صلاح كنت حلتها؟ اقول لك حلها في هو محمد صلاح ليه حقوق وعليه واجبات بالظبط انه والحقوق نفسها التجاريه برضو والتسويه هو عليه ليه حقوق برضو. استاذ جمال احنا ما اخترعناش العجله، العجله موجوده. لا الاتحاد ليه حقوق. ايوه العجله موجوده يعني اقصد ايه؟ يعني كل لعيبه العالم اللي زي ميسي وكريستيانو اللي هو بيلعبوا في منتخباتهم في انديتهم و و و في ده كله متشرع ليه عندنا تايهه؟ تايهه لاني يمكن خبرة ان احنا لسه رايحين كأس العالم جديدة من بعد 28 سنة ولا خبرة ان احنا اول مرة يبقى عندنا صلاح برضو دي من ضمن الحاجات ان النهاردة انت اول مرة عندك لعيبة محترفة يعني يمكن كان في بداية احنا اول ما جينا كم لاعب كان بره كان ما كانش فيه لعيبة كان خلاص فيه مجموعة بطلت يعني بالظبط وما كانوش برضه في منهم اثنين او ثلاثه كانوا بره. النهارده انت عندك 17 لاعب القوام الاساسي بتاعك دلوقتي من المحترفين من بره وعندك لعيبه ثاني كمان محترفه وانت ما بتعرفش عنهم حاجه تمام. ف لا ما كانش في الفكر ده لسه وفي نفس الوقت النهارده انت كنت مبسوط انك انت رايح كاس العالم فبتعمل حاجه تجاريه او تسويقيه الهدف منها ان اظهار لعيبتك يعني الطياره رغم ان هي فيها طبعا حقوق بتتاخد حقوق الاتحاد او الراعي لكن في نفس الوقت انت عايز تظهر انك انت عامل حاجه جديده. احنا ركزنا في الاحتفال اكتر من ركز في المضمون والاداء في كاس العالم يعني خلاص احنا اكتفينا قلنا بس نوصل كاس العالم. بالظبط بالظبط احنا حسينا ان احنا وصلنا كاس العالم خلاص دي النهايه. يعني ابسط اعلى تقدير لينا ان احنا وصلنا كاس العالم لكن ايه اللي هنعمله بعد كاس العالم او ايه اللي جوه احنا حققه. بالعكس ده الاعلام كمان ساعد اكتر. الاعلام ساعد اللعيبه والجهاز والكلام ده ان احنا رايحين خلاص وصلنا الدور الثمانيه او دور الاربعه لان النهارده اللي اتقال لك قال لك خلصنا ماتش روسيا هنكسبه ماتش مش عارف اوروجواي هنتعادل معاه ماتش السعوديه هنفوز عليها وصلنا الدور ال 16 وهكذا يعني وصلونا ادوار اعلى لكن الاعلام برضو كان لي دور كان لي دور تاثير جدا على اللعيبه وعلى الجهاز. سلبي؟ نعم سلبي؟ اداء سلبي. ما هو الاعلام شايف في حاجات غلط يعني شايف لا هم كبروا اللعيبه وكبروا الجهاز ان احنا كبروا هنوصل وهنفوز على خلاص. روسيا وهنتعادل مع احنا رايحين ناخد كاس العالم وهنفوز على السعوديه احنا اللي فزنا ولا واحده في الثلاثه. ما هو انا الاعلام هجيب منين لما بكلم محللين وخبراء وناس شغاله في المجال الرياضي يقول لك ده احنا هو الماتش الاولاني بس صعب شويه لكن طيب. الباقي هنقدر نخلص. فاللعيبه حست ان هي خلاص الماتشات دي بتاعتها. لا 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 كان في لازم يبقى عندنا جد وعندنا وبعدين اللعيبه النهارده هو في لعيب او في مدير فني بيطلع في اعلان الاعلانات بتاعتهم خاصه بيهم لكن فتره في مدير فني بيطلع اعلان. موضوع الفته كان معاك ولا ما كانش معاك؟ لا 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 ما شفتش فته انا اساسا ما شفتش الفته خالص. لا لا لا, لا. فلا يعني كنت ترفض الحاجات دي؟ لا مش حكايه ترفض انت داخل كاس عالم لازم يبقى في تركيز. ما برضه قرشين حلوين والقصه برضه بتاعت البرنامج المقالب برضه ارقام كبيره يا استاذ جمال
ارقام بالاخضر. ربنا. دي كانت نتيجتها يعني. اقصد كل اللي اتعمل فيه فترات معينه، لا انت كان المفروض يبقى فيه التزام بحاجه معينه. اللي حصل ايه؟ الله اعلم، انا ما كنتش موجود هناك. لكن اللي انا سمعته انه في حد ناس طلعت للعيبه فوق وناس مش عارف ايه، رغم اني كلهم يعني اكدوا ان ما فيش حد طلع فوق. واحقاق الحق انا كنت هناك، ما فيش حد فوق طلع. اللي ما حدش عارف يطلع، ما حدش يعرف يطلع، ما حدش عارف. ده السكيورتي من الفيفا وادوار بتقف بكارنيه معين يعني. انا بقول لك ده ادوار لعيبه، واللعيبه ما كانتش كمان قد مسؤوليه كاس العالم في الفتره دي. اللعيبه ما كانتش قد مسؤوليه كاس العالم. لان انت رايح كاس عالم، كونك انك انت لاعب محترف بره، طب ما ده اسمك اكبر. يعني انت بتعمل اسم لبلدك واسمك انت بتزود. تحس ان في لعيبه محترفه ممكن تدي مع فريقها اللي بتلعب فيه محترفيه اكتر من المنتخب، وفي المحليين برضو ممكن يدي في ملعب في فريقه اكتر من المنتخب. الاختيار خلي بالك بيبقى صعب. لما يختاروا اللعيبه بتبقى صعب. في ناس اتجملت في كاس العالم في لعيبه في الاختيارات، في ناس اتجملت طبعا. لكن وفي ناس اتظلمت. دفعنا الثمن، دفع الثمن المنتخب، ودفع الثمن المنتخب. بس دي مش الاتحاد اللي سبب. انا فاهم. محافظ قوي على علاقتك بالاتحاد. لا مش على علاقه بالاتحاد، لا ما هو لازم كل واحد ياخد حقه. ما هو اللي بيدير هنا الاتحاد. ما هو مش هيقدر يقول له خد فلان وسيب فلان. كده دخل فيها كويس. فالنهارده هو ما قالوش لا تاخد ده ولا ما تاخدش ده. يبقى في الاختيار يبقى لازم يكون اختيار حق. كوبر اللي انت جبته وعمل نتيجتين كويسين والتاريخ هيذكره بالخير بعيدا عن اي حاجه، لو كنت انت لسه رئيس اتحاد بعد كاس العالم كنت هتمشيه ولا كنت هتديله فرصه كمان؟ لا كنت هعمل حاجه واحده بس. قبل ما نتكلم ان انا هجدد له او ما اجددلوش. يا اما اسيبه لكاس العالم من غير ما اتكلم عن اجدد ولا ما اجددش. لاني دي بتخلي العلاقه بين اللاعب والمدير الفني خلاص. هو عرف المدير الفني قاعد معاه ولا لا، وعرف انه عقده خلص ولا ما خلصش. لا ما كنتش اتكلم معاه، لا يا اما كنت هجدد مع كوبر في الاول. ولو انا جيت من كاس العالم، المشكله اللي حصلت كلها في كاس العالم ماتش السعوديه، وحصل كل اللي حصل فيه ده تمام، كان اقرب لي في كاس العالم في الفتره اللي جايه دي اللي انا بشتغل فيها على طول. طبعا مش تقليل من كابتن جري اللي هم جابوه او المجاز، لا كان المفروض ان ممكن برضه اقرب واحد حفظ اللعبه كلها صح يديرك الفتره دي يعني. يكمل الفتره الصغيره حتى دي، حتى لو اداؤه في كاس العالم كان سيء وعنده مجاملات زي ما انت قلت عليه. ما المجاملات في جهاز معاه، اشيل الجهاز كله خلاص، ويبقى كوبر ويبقى معاه جهاز جديد. لو كنت انا في الفتره الضيقه كنت هتخليه يكمل بجهاز جديد. لكن طبعا كابتن هاني رمزي لا اسم كبير جدا، ويمكن هو اللي شايل الفتره دي. مدير فني الجديد اجيري تتعاقد معاه وهو عنده مشكله ممكن تعمل لنا ازمه بعد شويه، كنت تتعاقد معاه؟ لو كنت اعرف الازمه وفي قرار بيتاخد لا ما كنتش هتعاقد معاه. الوقت معاك بيجري سريعا ونفسي اسالك اسئله كتير. لكن شرفتني ونورتني. لو حابب تقول اي حاجه قبل ما اشكرك استاذ جمال. لا عايز اقول لك انا طبعا بشكرك انت اساسا، لان انت فكرت انك ان انا اكون موجود معاك. دي مش حلقه واحده، احنا لسه مكملين. فدي حاجه كويسه جدا بالنسبه لك وبالنسبه لي. لكن اقصد ان يا ريت الناس تتعامل مع الكرسي اللي موجود. هو الشخص اللي كان موجود على الكرسي، يمكن انا قلتها قبل كده عندك، ان الشخص الموجود على الكرسي هو اللي بره. اذا تغير على الكرسي يبقى هيتغير من بره. شكرك وشرفتني ونورتني استاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره السابق. شكرا لك. ربنا يكرمك وكل سنه وانت طيب. شكرا. يمكن فقره مميزه جدا، وشفنا الراجل بيتكلم يعني بطبيعته خالص خالص خالص، لكن هو شايف ان الناس بتتعامل وانت على الكرسي غير خالص، وشايف ان الناس جت عليه، لكنه سيبقى جمال علام هو واحد من افضل من اداره اتحاد الكره، واحد من افضل من حل وقالوا له كده حلال العقد للكره المصريه. كده هنتواصل معاه في حلقات كتير وهنتكلم فيه، لكن هطلع فاصل دلوقتي عشان استقبل طبعا الكابتن خالد العوضي وحلقه خاصه مع فريق السله السيدات.